فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب دلك القدمين عند الوضوء؟ الدلك سنة، الواجب تعميم الأعضاء بالوضوء بحيث يجري الماء على العضو كله ولا يبقى منه شيء لا يصل إليه الماء. أما دلكه فهذا إن أمكن فهو سنة وإلا ليس بلازم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.